صبايا، عندي أنا الكعكة هاي بدي أعمل منها اليوم قالب كيك. بنقشرها شايفين وبنقطعها، بس أقشرها كلها بفرجيكم إياها. صبايا بعد ما قشرتها هون قطعتها وتفرجوا في هالطريقة هاي. هون بدي هسا أنتقل لمرحلة جديدة. كبار هون حطيت ملعقتين زبدة شايفين، مباشرة بدي أدير عليهم الكعكة، أقلب فيها شايفين، بدي أحط عليها شوية سكر كمان. تفرجوا بدي أعمل أكيد كيك مميزة شايفين، بدي عليها شوية سكر، بديها شوية كرمل. شوفوا بدي أحط عليها شوية قرفة مباشرة. شايفين بنحرك هاي الكرملة كيف صارت شايفين، هيا هون دهنت انا قلب الكيك. بدي ادير الخليط هذا شايفين المكرمل، بنهزه عشان يتجانس كله. شوفوا الطريقة. بعدين عندنا هون بندق مجروش بدي أديره عليهم لأنه بالبد للمشمش. شفتوا شايفين صبايا، عندي هون ثلاث كاسات طحين مع ثلاث ملاعق صغار بيكنج بودر. بدي احط من محسن الخبز هذا شايفينه، ربع ملعقة صغيرة في راس الملعقة لانه هذا مفعوله قوي كثير شايفين، بس هيك شايفين في راس الملعقة. اذا كسرنا بمرمر بديل الباقي الكربونات الصوديوم. صبايا عندي خمس بيضات وعندي هون كاسة زيت، عندي كاسة ونص، كاسة ونص سكر. صبايا أنا درت الكاسة ونص السكر والبيض، هون أربع بيضات، هون عندي كاسة كبيرة زيت، وعندي يا صبايا تقريبا 50 غرام زبدة شايفين. هون بدي انا عندي هون لبنة، بدي احط ملعقة كبيرة لبنة شايفين، بس هون بدي اسكر واخلط الجميع. الخليط كله بدي اديره هون فوق الطحين شايفين، وبدي اخلط على اتجاه واحد على اتجاه واحد على اتجاه واحد، ما بقدر ازيع الجهة بدي مشان يظل الهواء موجود فيه. صبايا هون انا بدي ادير الخليط شوي شوي شايفين حتى انزله كلياته. هون
بدنا ندقه هيك مشان يتوازن كله مع بعضه. صبايا والله العظيم قد ما احكي لكم على يعني نتيجة هالكعكة ما بتصدقوا، والله العظيم والله العظيم والله العظيم الريحة اللي طالعة منها مش طبيعية. يا ريت الكل يجربها ويعملها، اشي بتجنن. ريحة القرفة مع ريحة البندق، يعني اشي لو اوصف لكم قد ما اوصف مش زيها.